بران بقى هو اللي فقعلك هو اللي فقعالي باب ما يرضي الله بارك الله فيك يا سيادة القاضي انت تفقع له عين وهو يفقع لك عين وتعيش عمر انتوا الاثنين يا ابني تعيش عمر احنا الاثنين امال ايه مش هتاخد حاجه طب انا كده هنضيعها مش احسن ما تشوفش خالص يا ابني انا كده ما هتشوفش طيب ما هتاخد حاجه غالب بقى في الموضوع ده ولا ايه انت كده مخالف في الحساب مش هو هيفقع لك عين وانت تفعل عين ولا انت عايز تفعل عين وهو ما يفعلكش عين طب ما هو فاجئ لي عين لو رفضت بقى احنا هنحكم عليه تحكم عليا طب المحكمه عايزه تديني حقي انا متنازل عنه مش عايز حاجه منكم مفيش حاجه اسمها بسم الله ونعم الوكيل يا عم استعمل